وللحديث عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق وتهديد العراقيين بمجاعة مقبلة، معنا من أوسلو عبر سكايب الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياكم الله دكتور. أن يحل العراق في المرتبة 10 عربيا ثم في المرتبة 85 عالميا ضمن فئة الجوع المقلق، ماذا يعني ذلك لبلد لديه الكثير من الثروات ولا سيما ثروة النفط؟ يعني ذلك كارثة كبيرة، لأنه مسألة الجوع تتعلق بمسألة الأمن الغذائي، والأمن الغذائي كما هو مفهوم من الاقتصاد الزراعي أو العالمي أنه ما لا يقل عن 10% من ميزانية أي دولة يجب أن تخصص إلى مسألة الأمن الغذائي. في الدول النامية معدل 5%، لكن في العراق 2%. هذا معناه أنه تخصيصات الميزانية العراقية إلى مسألة الجوع ومسألة الأمن الغذائي قليلة، لا تفي بالحاجة المطلوبة. لذلك علينا أن ننتبه إلى مسألة القطاع الزراعي، واحد. اثنين، مسألة طبعا نقص المياه، مسألة نقص الحبوب، ولذلك أنه سوف نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة استيراد القمح من الخارج. وحسب ما أعرف أنه توجد اتفاقيات مع استراليا لاستيراد القمح من استراليا موقعة سابقا، أما في هذه السنة فالمسألة يعني حرجة جدا. المسألة حرجة في هذه السنة، وفي طبعا العراق وصل إلى هذا المستوى في هذه السنة ليس بشكل مفاجئ وإن كان هو الأسوأ الآن، إنما هناك حالة من تراكم الفشل الحكومي في إدارة الأزمات الغذائية الموجودة والكثير من القضايا المترتبة أو المتعلقة بالاقتصاد العراقي أوصلت البلاد إلى هذا السوء الذي تتحدث عنه. أين ذهبت ثروات البلاد طيلة السنوات الماضية؟ أول مسألة يجب أن نناقشها في هذا الموضوع هي مسألة الفساد. الفساد موجود وينخر كافة قطاعات الاقتصاد العراقي. خلينا نتكلم صراحة، احنا وكما قلت سابقا في ندوة سابقة انه اذا لم نتمكن من القضاء على مشكلة الصناعة والزراعة وبقية قطاعات الاقتصاد الوطني، البنى التحتية، هذه مسألة، كل هذه المشاكل تساهم في خلق مشكلة كبيرة تأثر على الأمن الغذائي وعلى الجوع. فلذلك احنا اذا ما نحل هذه مسائل الاقتصاد العراقي وبسبب سوء استخدام موارد النفط في إقامة صناعة وطنية، في إقامة زراعة وطنية، في إقامة اقتصاد وطني بعيد عن الفساد والمحاصصة الطائفية، هذه مشكلتنا الكبرى في العراق. نعم، بالمناسبة دكتور، على ذكر الفساد، في كل الخطط الحكومية السابقة للحكومات السابقة كانت محاربة الفساد على رأس الأولويات لتلك الحكومات، لكن يبدو أن العكس هو ما يجري في المشهد العراقي، ولا تتم محاربة الفساد بالشكل المطلوب، بل يبدو أن الحكومات تعزز الفساد بشكل أو بآخر. نعم، لأنه سبق وأن تطرقنا إلى هذا الموضوع في مسألة الأحزاب السياسية والتي تملك ما يسمى بالوزارات التابعة لها، من أجل إيش؟ من أجل تأمين مصالحها، ولها شركات خاصة للقيام بتنفيذ مشاريعها. لذلك لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الوطن هذه الشركات التابعة لهذه الأحزاب، وهذه مشكلة عويصة وليس من الآن، يعني صار أكثر من 15 سنة، منذ 2003 لحد الآن. الأحزاب السياسية في العراق لا تهمها مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، وإنما يهمها وتهمها مصلحة الجيوب، يعني إملاء جيوبها بالأموال. وهنا طبعا مافيات وراء هذا الحدث، وكل حزب مسيطر على وزارة، وكل وزارة فيها شركات ومشاريع تابعة لهذه الأحزاب من أجل تمويلها. أما مسألة أنه الجوع ومن الغذائي فمسألة أخرى، يعني تبدون على مسألة استيراد المواد الغذائية. طيب إحنا إلى متى نستورد المواد الغذائية وتخرج عملتنا الصعبة؟ هذه مسألة عويصة. نعم،
هذا يعني دكتور أن هناك بالفعل عدالة وهناك مساواة كما تدعي تلك الأحزاب وتلك الحكومات في توزيع الثروات، ولكن على نفسها وليس على الشعب العراقي؟ نعم صحيح. مسألة أنه العدالة وتوزيع الثروات والعدالة الاجتماعية، مع الأسف أقول لك لا توجد في العراق، لا توجد ولا لا وجدت. لتمكننا من أن نرفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي، وإنما الآن على العكس، البطالة 40% خريجين الجامعات وعلى كافة المستويات، بكالوريوس ماجستير دكتوراه لا يتمكنون من الحصول على عمل يسد رمقهم، لذلك تراهم يعملون في مختلف الأعمال البعيد عن اختصاصاتهم. نعم وهذه مشكلة دكتور كبرى. من موقعك كخبير اقتصادي، وأمام كل ما تفضلت به من مؤشرات للفساد وسوء الإدارة، الحكومات ولا سيما الحكومة الحالية تقول بعكس ما تفضلتم به أنها نجحت في انتشال العراق من أزماته الاقتصادية، هل يمكن اعتبار ما قامت به الحكومة فعلا مهمة ناجحة في انتشال العراق من أزماته الاقتصادية؟ ما قامت به أصلا مسألة 5% لم تحل مشاكل اقتصادية بالعراق. حتى الورقة البيضاء التي طرحت قبل سنتين وثلاث سنوات لم تنفذ منها إلا بعض المشاريع. يا أخي هناك كثير من الخطط الاقتصادية والبرامج الاقتصادية، لكن مع الأسف لم تنفذ، وإنما عبارة عن حبر على ورق. كل أربع خمس سنوات تطلع عندنا خطة جديدة. أين هي الخطة الاقتصادية 2018-2022؟ راح نصل إلى النهاية، ماذا نفذت من هذه الخطة والخطة التي قبلها؟ عندنا كثير من الخطط الخمسية والبرامج الاقتصادية، لكن مع الأسف عبارة عن أوراق مهملة وموضوعة على الرفوف لا تنفذ. نعم. فقط البطالة، ماذا عملنا حول البطالة؟ هل قضينا على البطالة؟ لا، لم نقضي على البطالة. نعم، أشكرك جزيلا دكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أوسلو، شكرا لك.